أنا الدكتور هشام الشاذلي، أخصائي الجلدية والليزر وتجميل الجلد بعيادة جي سي سي بمركز الروضان كلينيك. عيادتنا بتقدم خدمات شاملة بالنسبة لتجميل الجلد والليزر، بتبدأ من أول إزالة الشعر بالليزر، وعندنا أنواع تانية من الليزر زي الليزر فراكسل اللي هو بيعالج التجاعيد وعلامات حب الشباب. عندنا برضو وحدة العناية بالبشرة اللي هي بتهتم بلون البشرة والمسام وأي أثار لحبوب حب الشباب لونية أو كانت جلدية. عندنا الحديث أجهزة شد البشرة، وكمان بنشد بيها أجزاء كتير من الجسم، واللي هي بتعمل بالموجات الصوتية اللي بيطلقوا عليها الهايفو. كمان بنهتم بتنسيق القوام وإذابة الدهون بجراحة وبدون جراحة حسب الحالة أو حسب رغبة المريض. كمان عندنا أجهزة الليزر بتشمل الليزر الكربوني اللي هو بيهتم بلون البشرة وتوحيدها والمسام وإزالة علامات حب الشباب. كمان عندنا العناية بالشعر، ودي بتشمل علاج مع ماسكات مع حقن الفيتامينات والبلازما. كمان عندنا العناية بالبشرة اللي بتشمل الماسكات وبتشمل أجهزة الليزر وأجهزة الصنفرة والكريستال.